السلام الله عليكم اصدقائي، كنتمنى انكم تكونوا بخير على خير. ان شاء الله غنمشيو نكملوا الصفحه ديالنا 161 ونديروا ليكزيرسيس 20. اذا السيمتريك سنترال عندنا او اف جي ان تريانغل تيل كو او اف كتساوي 6 سنتيمتر، او جي 6 سنتيمتر، او اف 4.5 و او جي هي 3.2. لي ميدياتريس او اف اي اف جي سو كوبون اون اي. اذا قالك المثلث عطانا لي ميزور ديال القطاع ديالهم وعطانا الوسيطات ديالهم كيتقاطعوا لينا في النقطه اي. فير لو فيغور كنرسموا الشكل ديالنا سوا اس لو سي لو سونتر دو سيركل انسكري اي 2. هنايا راه لو ديامتر هو او ماشي لو غيون، راه يكونوا غالطين في التمرين. اذا هنايا ماشي لو غيون ولكن الديامتر هو او. قال لكم نوتيليزون كون ريغل غرادوي نون غرادوي كونستروي لي سيمتريك دو تريونغل او اف جي بارابور اي او اكسبليكي لي كونستركسيون. اذا هنا خاصنا نبينوا الطريقه كيفاش غادي نديروا لهذا الشيء هذا كامل. اذا قال لك نستعملوا غير مسطره غير مدرجه باش اذا غادي نمشيو نشوفوا الشكل ديالنا. اذا هادو هما المراحل ناخذوا. غادي نرسموا قطعه الاولى اللي 6 سنتيمتر ديالنا واللي سميناها اف جي. من بعد غادي ناخذ البركار وغنحاولوا ناخذ القطعه اللي القياس ديالها 4.5 سنتيمتر وغادي نديروا الاقواس من الطرفين باش نحددوا النقطه ديالنا اللي هي. ومن بعد فوالا، اذا الى حددنا النقطه او غادي نتراسيو المثلثات ديالنا تراساج المثلثات. ابري غادي نديروا لي ميدياتريس، الميدياتريس باش نرسموهم غنديروهم على ديال الكومبا. اذا بالكومبا غادي نرسموا الميدياتريس ديال المثلث ديالنا اللي هو اف جي او حيت داكشي عطا. اذا غنجيو غناخذوا قطعه كبيره شويه على الميليو ونتراسيو من الضفتين باش نحصلوا على هذاك لو ميدياتريس اللي كيكون عمودي على المنتصف ديال القطعه. اذا هذا هو الميدياتريس ديال القطعه ديالنا اللي هي او اولا اف او. بنفس الطريقه غادي نمشي رسم ديال اف جي. بنفس الطريقه ناخذ تقاطع ما بين جوج ديال النقطات فوالا نحدد ومن بعد ندير المستقيم ديالي. اذا التقاطع ديالهم كيتحدوا ليا في النقطه اي اللي هي هذه، غادي نحطوها هنا. اذا النقطه اي هي هذه نقطه التقاطع. فاش خديت نقطه التقاطع دابا هنايا فين كاين المشكل؟ هنا الاشكال فين كاين؟ هو انني خاصني قالوا لي لو سيركل ديالي هي لو سونتر. قالنا ايه هو لو سونتر ديال لو سيركل سيركونسكري، يعني هاد الدائره غدوز على هاد الحروف كاملين. مزيان، اذا غدوز على الحروف كاملين. اذا غنتراسيو الدائره ديالنا اللي هي هادي. اذا التراساج ديال الدائره غادي يدوز على كاع الاقطار. اذا قالوا لينا غادي نرسموا السيمتريك ديال لو بوين باستعمال المسطره. اذا كما كتشوفوا نتوما هذه المسطره بغينا السيمتريك ديال لو بوين او او بارابور نحدوها هي الاولى، حيت قالوا لنا او او هي الديامتر. اذا الديامتر كيدوز على او، اذا غتكون عندي الاو هي لو سيمتريك ديالي بارابور اي. فوالا، اذا التقاطع مع الدائره حدد لي النقطه او اللي غيكون لي كما قلنا حنا بان لو ديامتر ديالنا هو الاو او هو الديامتر ديال هذا لو سيركل. فوالا، باش نحددوا الصوره ديال المثلث ما قالوا لنا حتى شي حاجه. حنا رسمنا الاو يعني الاو ديالها هي هذه. غادي نمشيو لعند الاف حتى هي غنديروا لها نفس الشكل. اذا الاف غادي نرسموا قياس المقابله ديالها بالنسبه للاي غيكون هو التقاطع مع الدائره. حتى غيكون ضفه اخرى تقاطع مع الدائره هنا ها. وكذلك جي حتى هي غنديروا لها تقاطع مع الدائره لانه هما قالوا لينا ما كاين لا حساب لا والو. حتى جي غيدوز من اي وغيكون تقاطع مع الدائره في الاخير. غادي نحطوا المثلث ديالنا. اذا جي تقاطع كيدوز من او ضروري يدوز من اي لانه هو سيميتريك ضروري غادي يتقاطع مع الدائره ديالنا سي. اذا من بعد غادي نتراسيو المثلث المماثل. هذا هو المثلث المماثل بالنسبه بارابور اي بالنسبه للنقاط ديالي. اذا بالنسبه لاف لا عفوا
هادي لا خص يكون مقلوب باردون. اذا باش نبدا انا من تحت بديتو من تما، اذا خاص نبدا من هنا من الصوره. انا غادي تمشي لعند الاو، هادي غادي تمشي عند الاو، والاو غتمشي عند الصوره ديالنا اللي هي جي باردون. هنايا عاد نجيو عند الاف، هنا هذا هو المماثل ديال النقطه بالنسبه لي ماشي هذاك اللي شفتو قبيله، لانني قبيله غلطت فيه. فوالا هنا هذا هو الشكل المماثل بالنسبه للاو، لان الاو مماثله ديالها، اف المماثله ديالها غتجي هنايا، والجي المماثله ديالها. نعطيو شي اسماء اخرين الا بغيتو. اذا الاكزيرسيس ديالنا، اذا كومبليتي لا فيغور سيكون سي دوسي بور كو لو بوين او سوا لو ميليو لو سونتر دو سيميتريك. هاد الاو هذا هو النقطه ديال لي سيميتريك، خاصنا هاد الشكل هذا نرسموه صافي. اذا باش نرسموه خاصنا نديرو كاع لي بوانتي كاملين النقاط كلهم غادي نرسمو لي سيميتريك ديال. اذا كنلاحظ بان عندي الاو هي السيميتريك ديال تي، لان عندي هنا ليغال، وغيبقى لي لي بوين اخرين كاملين غادي نرسمو لي سيميتريك ديال. اذا تبعوا معايا باش تشوفوا الشكل كيفاش غادي نرسموه. اذا عندنا الشكل ديالنا هو هذا، عندنا السيميتري ديال دي هي بالنسبه للاو. دابا غادي نرسم كاع المستقيمات ديال النقاط اللي مارين من او و اذا نكون متقاعد غادي نرسمهم كاملين. المهم بحال سي، غادي ناخذ مثلا سي، النقطه سي، غادي نرسم السيميتريك ديالها. باش نرسم السيميتريك ديالها ضروري غتدوز من النقطه او، ضروري ومؤكد. اذا نرسم بحال هكا خت متقطع، نجي عند البي والا حتى هما. اذا الا كانوا بي والا غادي نجي غادي نرسم الا، حيت انا ما رسمتش الشكل مضبوط، نتوما ربما يكون عندكم الشكل مضبوط الا درتو. اذا هي ا ضروري بالسيميتريك ديالها، المهم تكون قد هكا تقريبا فوالا. والبي حتى هي غنديرو السيميتريك ديالها بارابور ا او، ها الاو عندنا، الا عندنا، الدي عندنا، صافي. دابا بقى لينا نلاقيو ريوسا ديال، كيفاش غادي نلاقيهم؟ قبل ما نلاقي ريوس خاصني ندير التقاطع ديالهم. اذا غناخد الاو ا اللي هي هادي، وغنديرها من الضفه الاخرى. الاو ا غتجي في هذا، غنسميها الاو ا بريم صافي. غناخد الاو بي، الاو بي ها حتى هي، وغادي نديرها من ضيفة اخرى. المهم نتوما عاودوا ترسموا الشكل من مورايا، راه ما تاخذش الشكل من مورايا. غنجي لعند الاوسي، حيت حنايا ما كنديروش، حنا الشكل راه بحال هكا ولكن راه ماشي مضبوط مليون في المية، لاننا حنا ما كنخدموش بورقة وستيلو. نتوما ان شاء الله ملي تخدموا بورقة وستيلو راه غنلقاو داكشي مزيان. هنا حددنا ثلاثة نقاط، لان قلنا الاو ودي هما لي سيميتريك بيناتهم صافي. اذا نحددوا النقاط ديالنا اللي خرجوا لينا. إذا ملي حددنا النقاط غادي نجيبو المسطرة وغادي نربطو النقاط ديال. إذا باش نربط النقاط ديالنا ديما عندي هنايا الأو غدا الأ، إذا الأو سيميتريك ديالها هي دي، دي غدا الأ بريم. يعني غادي نجي من عند الأ، من عند دي، وغادي نديها عند الأ ورسم الخط ديالي. يعني دائما داكشي غادي يمشي بالتتابع، كيما غادي داك لالي الفوقانية غتمشي لالي التحتانية. فوالا من مورا الأ غدا عند البي، والبي سيميتريك ديالها هي بي بي بريم. غادي نجي المسطره ديالي وغادي نجي لعند الا هنايا والبي بريم باش نرسم البي بريم. فوالا انا رسمت البي بريم. البي بريم بي غدا عند سي، والسي سيميتريك ديالها هو سي بريم. رسام دابا من بي بريم حتى سي بريم سيميتريك ديال لو بوان سي. انتوما الى رسمتو في الكتاب خط مضبوط راه غيبان لكم الشكل مزيان. والسي غدا عند، غدا عند دي، كتشكل معاها واحد الزاويه. اذا هنايا هذا القوس كيفاش غادي ندير؟ انا عارف بان القياس ديال هذه القطعه هو 3 سنتيمتر،
القياس ديال القطعه هو 3 سنتيمتر، اذا حتى هنا خص يكون 3 سنتيمتر. شوف انا قلت لكم الشكل ما مضبوطش عندي مزيان. المهم هنايا النص غادي ندير البركار باش نرسم هذاك النصف القوس، غادي نرسمو ضروري بالبيكار، ولكن يكون خارج ما يكونش داخل. فوالا بحال هكا، حيت غادي نحيد المسطره باش يبان لكم شنو غندير، وغيكون خارج بحال هكا. اذا المماثل ديال الشكل ديالنا غادي يجي بهاد الوضعيه هادي. اذا كنتمنى انكم فهمتوا ليكزيرسيس مزيان، حيت هادشي اللي كاين في التمرين ما كاينش واقيلا شي حاجه اخرى، حيت قال لك يدير المماثل ديالو، حنا رسمنا المماثل ديالو. خذوا نتوما القياسات تكون مضبوطه وراه غيخرج لكم الشكل مزيان. اذا موعدنا في الصفحه الجايه ان شاء الله، اذا خليتكم على خير، تبارك الله عليكم.